أنت بتكمل في مجال البحث العلمي أو حابب تكمل في مجال البحث العلمي ليه؟ السلام عليكم أعزائي المشاهدين. تكلمنا في الحلقة السابقة عن المشكلة وإزاي بنحل المشكلة بطريقة علمية صحيحة وهي البحث العلمي. فقبل ما ندخل، وأنا طبعاً وعدتكم في حلقات ليه هنكمل موضوع البحث العلمي وبالتفصيل كل اللي انتوا تنتظروه في البحث العلمي، خطوات البحث العلمي هنتكلم عليها بإذن الله. بعد كده هنتكلم على كتابة البحث العلمي بطريقة صحيحة والأدوات المستخدمة في عملية الكتابة، منها البرامج المختلفة سواء البرامج الحديثة وإزاي نستخدمها وبرامج المراجع وإزاي ننشر البحث بتاعنا والفرق ما بين المجلات المختلفة. إن شاء الله كل ده هنتطرق ليه، ولكن قبل ما نتكلم على كل ده هنبدأ بداية. انت عاوز تعمل بحث علمي ليه، او انت هتدخل مجال انك تكمل ماجستير ودكتوراه ليه؟ هل انت اتعينت في وظيفة بحثية وده مجبر عليه سواء في الجامعة او في مراكز البحوث المختلفة، فانت مضطر كمعيد وبعد كده مدرس مساعد ومدرس واستاذ وتكمل في هذا المجال طبعا، ومضطر انك انت تعمل ابحاث ورساله ماجستير ودكتوراه وبعد كده تنشر ابحاث، فده انت مجبر عليه عشان تكمل فيه. وهل انت داخل المجال ده عن حب، يعني انا حابب كده، فطالما انا حابب حاجه هضطر يعني ايه بقاوم اي، لان طبعا في تحديات كتير بتواجه مجال البحث العلمي في مصر والوطن العربي، وفي ضغوطات كتير كلنا عارفينها، ضغوطات ماديه، ضغوطات طبعا اجتماعيه، يعني حاجات كتيره بتقابلك، صعوبات في الامكانيات، صعوبات طبعا. اللي عاوز يشتغل هيكمل، واللي حابب هيكمل، وحتى لو كان ما عندوش امكانيات هيخلق الامكانيات وهيقدر ان هو ازاي يتغلب على كل الصعوبات دي ويصل اللي هو عاوزه، لان انا علي السعي فقط والنتيجة على الله سبحانه وتعالى، ان ربنا ضمن لنا الرزق، فما افكرش في الرزق ده نهائي، انا بس بأسعى لان ربنا سبحانه وتعالى قال لي اسعى، انا باخد بالاسباب لان ربنا قال لي خد بالاسباب. فبالتالي انت هتدخل في مجال البحث العلمي عن حب، هتكمل وهتكون قادر انك تتغلب على المصاعب، لكن هتدخل من خلال ان انا ده ما يعني حاجة انا مثلا هكمل فيها عشان تدينا درجة علمية افضل، على اساس ان انا مثلا ما فيش شغل فانا هاخدها او هكمل ماجستير ودكتوراه عشان ألقى شغل أفضل ليا أو إن أنا يفتح لي مجالات شغل مختلفة. ده طبعا وارد، لكن كتير من اللي بيدخلوا ده، وإذا كنت أنا بتكلم غلط قولوا لي في الكومنتات، اللي بيدخل في البداية وهو مش حابب الموضوع أو إن هو حاطط في دماغه إن هو يعني داخله مثلا زي ما نقول فور فن أو حاجة بتسلى بيها، مش بيكمل، لأن ممكن نلقى 10 من الأصدقاء بدأوا يكملوا في مجال الماجستير والدكتوراه، في منهم كتير اللي بيكمل واحد او اتنين. ليه؟ لان الموضوع فيه صعوبات زي ما قلنا، فانت وفي الوقت الحالي الصعوبات زادت، لان يعني طبعا الادوات زادت، الكيماويات زادت، كل حاجة زادت، فبالتالي ده غير الضغوطات طبعا المادية والاجتماعية، وخلى طبعا الناس تبتدي تفكر كتير قبل ما تبدأ في مجال البحث العلمي. وفي كتير طبعا من سواء البنات بنلاقي ان هي بتكمل عشان هي عاوزة طبعا تطلع وعاوزة بتهرب من البيت، فبتروح تكمل. عشان كده لما بنيجي نبص على معظم اللي بيكملوا ماجستير ودكتوراه بنلقاهم بنات، وانهم هما في الاخر ممكن ما يكملوش او نصدم طبعا بعد الزواج او تبتدي ما تكملش. لذلك من الاول انت فكر، هل انا حابب الموضوع وهكمل فيه ايا كانت الصعوبات؟ لان افتكر يعني احد اساتذتنا قال البحث العلمي ده عامل زي انت راكب مركب وبتجدف، وممكن قبل ما تصل للشط
تيجي موجه ترجعك في البدايه. وفعلا ده حصل، ممكن انت تكون شغال في نقطه وتيجي تحصل دروب معاك، الموضوع مثلا يبوظ، تضطر تعيد التجربه من اول وجديد، ممكن الداتا تضيع منك وتبتدي تشتغل من اول وجديد. فانت لازم تكون تتحمل الصعوبات وتتحمل انك انت تتعلم وتتدرب مع اساتذتك، مش زي احنا في الوقت الحالي الكل عاوز ان استاذه هو اللي يعمل له البحث، استاذه هو اللي يكتب، استاذه لا، المشرف او الاستاذ هنا بيوجه. وعلى فكره احنا مفهومنا عن الاشراف او الاستاذ هو بيوجه، هو بيعلمك ازاي تقرا، ازاي تطلع المعلومه من البحث، ازاي تطلع المعلومه من الكتاب، ازاي تستفيد منها، ازاي تطبق على الداتا اللي معاك، ازاي تعمل التجربه، ازاي يبدا يعلمك وانت تكمل. على فكره لازم نحط في دماغنا الاستاذ اللي بيعمل لك الشغل بيضرك، الاستاذ اللي بيكتب لك بيضرك، الاستاذ اللي بيشتغل لك بيضرك، اللي بيفيدك هو اللي بيعلمك، هو اللي بيخليك بعد كده تبقى باحث متميز تقدر تشتغل. فانت ما تفرحش انك انت ان هو اشتغل لك، لا بالعكس، ده انت تتضايق وتزعل، لان في انواع بيكون هو عاوزك تحتاجه عضو فهو ما بيخليكش تشتغل، او في عندي بعض المعلومات او حاجات انا بعملها ومش عاوز اللي حواليا يستفيدوا منها. بالعكس، انا اتعلم، استفيد من استاذك، حب المجال اللي انت فيه. لو انت داخل، يعني دي نصيحة، لو انت داخل المجال او انت داخل مجال البحث العلمي عشان مجرد تطلعي او مجرد تلقي عريس او طبعا احنا عارفين الحاجات دي كلها، ولو انا بتكلم يعني الكلام ده مش صح ناقشني قول لي، وانا عاوزك في الكومنتات او عاوزك في الكومنتات تقولي لي دخلت البحث العلمي ليه، او تقول لي دخلت مجال البحث العلمي ليه، هل انت دخلته عن حب؟ هل اتندمت بعد ما دخلت فيه؟ لان اي حد هيتندم بعد ما يدخل مجال البحث العلمي يبقى عارف ان هو مش حابه، داخله وهو مش حابب المجال، لان اللي حابب المجال مهما واجه من صعوبات هيبقى مبسوط. انا واحد من الناس لو رجع بيا الزمن همشي في نفس طريقي، لان بالعكس انا حاسس ان ربنا بيحبني عشان حطني في الطريق ده، حتى لو كان في صعوبات، حتى لو كان، لان في مميزات. اي حد فينا لازم يبص للمميزات اللي ربنا كرمه بيها، مش بالعيوب اللي عنده او بالنقص اللي عنده وشايفه عنده غيره. ما هو كل واحد فينا فيه مميزات وفيه عيوب، في حاجات ربنا مديهاله كويسة وفي حاجات ربنا أخذها منه، وهي عند غيري نفس القصة. فلازم الأول أركز مع نفسي وأبص لمميزاتي وأنميها، وأبص للقصور اللي عندي وأسعى للأفضل دائما. وإن أنا يبقى، فأنا بنصح تلاميذنا وبنصح الباحثين إنك أنت لو هتمشي في المجال ده لازم تدرسه كويس، وقبل ما تدخل، عشان في ناس كتير بتقول طب انا عاوز اكمل ماجستير ودكتوراه، هل اكمل ولا ما اكملش؟ لو انت عندك دافع قوي وعاوز تكمل، احب الموضوع وكمل فيه، لان بقول لك في صعوبات كتير ممكن تيجي في نص الطريق وما تكملش. وكتير طبعا بيقول لك لا ده ما تكملش، يعني حكايه ان انا اشتغل بيه او ما اشتغلش بيه ده رزق. يعني في ناس كتيره خلصت ماجستير واشتغلت، وفي ناس برضه خلصت ماجستير وما اشتغلتش. فما تحطش في دماغك ان انا هخلص ماجستير واشتغل، ده رزق بحت، لان مفيش حاجه انت بتعملها الا وبتبقى مفيده ليك. مفيش طبعا، هو بتكتسب معرفه، بتكتسب خبرات، بتكتسب مهارات مختلفه، بتكتسب خبرات من اساتذتك، من احتكاكك بالكتب والناس اللي حواليك في بحثك ايا كان نوع البحث، احتكاكك بالمجتمع، ازاي انا بعرف احل المشاكل، ازاي اكون في تفكيري تفكير علمي سليم، اقدر من خلال تفكيري ده ان انا احل المشكله، ان انا اتعامل بطريقه علميه، ان انا اثبت الحقائق، ما اكونش تفكيري سطحي. فبالتالي قبل ما انت تدخلي في مجال البحث العلمي، يا ريت نفكر كويس ونعرف احنا هندخل ليه، وان احنا داخلين مش على حاجة سهلة، بالعكس ده حاجة صعبة. ومفيش حاجة سهلة، طبعا مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة سهلة، لو انا الحاجة اهملتها هتبقى صعبة، لو انا الحاجة اجتهدت وبذلت مجهود هتبقى الحاجة سهلة. فبالتالي كله بالسعي، وكله بانك انت تتوكل على الله وتاخد خطوة، والخطوة دي طالما انت حابب انك تكمل هتكمل،
ولو عندك ثقة في الله هتوصل للي انت عاوزه، وان شاء الله تكون الحلقة اعجبتكم. ولو في اي تعليق او اي استفسار نكتب في الكومنتات، وان شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل ازاي، ايه خطوات البحث العلمي، وهنتكلم على طرق الكتابة. لو انتم في حاجة معينة عاوزين تسألوا عنها في البحث العلمي، عاوزين برامج معينة اشرحها، عاوزين طرق تحليل الداتا، عاوزين اي حاجة ابعتولي، ولو عاوزين اي مساعدة انا تحت امر الجميع. والى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لحسن الاستماع.